مرحبا برج السرطان، أهلا فيكم في قراءة. هاي القراءة تصلح للطالع والشمسي وأيضا القمري. برج السرطان في الناحية العملية، شنو الأمنية من ناحية الفلوس؟ شنو الأمنية اللي راح تتحقق لك خلال هذا الشهر؟ إنزين، تقريبا نفس الطاقة في الحياة العملية أو حتى العاطفية، عندنا طاقة مشتركة. شنو هاي الطاقة المشتركة اللي عندك هالشهر والأساسية؟ هي طاقة نبيك بتحصل على الشيء اللي انت طالما تمنيته، ولكن في المقابل تضطر ان تترك ورائك اشخاص، تترك ورائك منطقة الراحة، تترك ورائك مكان انت تعودت عليه، وظيفة قديمة، شخص قديم، مكان عمل قديم. اوكي، يمكن حتى تضطر خلال هالشهر تكسر ثقة احد عشان تحصل على الشيء اللي ما اقول لك انك تطعن احد او تغدر باحد، مو هذه هي الطاقة، ولكن طاقة اني اوافق بدون حتى ما ارجع الى رأي فلان او علان. اوكي، اشخاص بالعادة انت تستشيرهم او تخبرهم امور عن حياتك وقريب منهم، ولكن خلال هذا الشهر الامنية اللي قاعدة تأتيك بطريقة سرية، او تأتيك بطريقة ان ما تعطيك مجال، ما في هني مجال في الطاقة ان تعطيك عشان تقعد مع هاي الاشخاص، ما فيها جلوس يعني، ما فيها قاعدة ونقاش أقبل ولا ما أقبل، فيها إن تطلع الموافقة اليوم، بعد أسبوع أنت المفروض مجهز أمورك وخلاص دخلت في الموضوع. وهذا كرتك برج السرطان، هذا كرت العربة، لما أشوفه معناته ما تستطيع، ما عندك مجال، والمفروض أصلا ما يكون عندك أي تأخر عن قبول الشيء اللي راح تحصله في الفترة القادمة، لأنه هو اللي راح يقيدك لأمنيتك. وايد طالعة عندي هني طاقة ان برج السرطان عنده رغبة معينة بخصوص الهجرة، بخصوص مشروع، وظيفة معينة. زين، شيء ما اشوف المال بشكل مباشر، انت هني حاط عينك على شيء تعرف انك اذا حصلت عليه بعدين راح بسهولة تقدر ان تجلب الاموال لحياتك. هذا الشيء راح يأتيك، ولكن يأتيك على استعجال. هاي العربة لما تكون تمشي في الطريق ما راح تتوقف عشان انت تركب فيها، لا، لازم تركب فيها، ايضا صعب تركب فيها وهي اوريدي ماشيه في الطريق. هاي الطاقه اللي عندك، عندك كرت الموت برج العقرب. زين، مضطر ان تخرج عن عادتك خلال هالشهر عشان تحصل تحقق مرادك، خلينا نقول. زين، لما نشوف هذا الكرت، كرت الموت، معناته تسوي شيء ابدا مو من طبايعك، شيء جدا خارج عن الروتين اللي تعودت عليه، الاخلاق اللي انت متعود عليها، الاطباع اللي انت دائما مثلا يقولون برج السرطان كذا كذا، لازم تكسر القاعدة، جدا ضروري عشان تحصل على مرادك. هذا رقم واحد، مرادك في الجهة الثانية مو في المكان اللي انت فيه. هاي اللي اريد انا بحك عليه برج السرطان، المكان اللي انت فيه عندك فيه فارس الارض. فارس الارض معناته يعطيك بما يكفي عشان يخليك ما تغرق في الديون، يعطيك بما يكفي عشان مثلا تأكل، تسكن، تعيش حياتك، بس مو مثل ما أنت تطمح، مو مثل ما أنت حاط ببالك أو تتمنى لنفسك. قاعد يعطيك هذا الوضع الحالي، البير مينيمم، الحد الأدنى من أسباب الحياة، من الثراء، من الرخاء، الحد الأدنى. فعشان تحصل على شيء أفضل محتاج الشجاعة، محتاج جدا، ضرورية جدا، مهمة جدا الشجاعة خلال هاي الشهر، وضروري جدا مثل ما خبرتك أن تخرج عن المألوف، تخرج عن المألوف. مثلا عندنا شخص، نفرض عندنا شخص دائما يناقش أهله قبل ما يخطو خطوة كبيرة، ولكن في هاي الفترة ما يصلح، من يطلع الموضوع يعرفون عنه أشخاص، يعرفون خطتك، يعرفون وجهتك، بتشوف انك كأنما يصير عليك تعسير، من بعد اليسر يصير عندك عسر. النقطة الثانية في الناحية العملية، ناحية الأموال، برج السرطان عندك الرجل المعلق، هذا تحذير جدا كبير في الطريق القادم إليك. عندك الرجل المعلق، هذا كارت برج الحوت، انت عندك هني كلها طاقة مائية تقريبا. انزين، عندنا هني عشرة الأغصان، بما معناه يقول لك يا برج السرطان، شوف، ضروري في الفترة القادمة راح تأتيك أموال، احتمال بعضكم تأتيكم أموال وتأتيكم بسرعة، ولكن إذا استخدمت هاي الأموال، أو كنت جدا إذا على طول من تأتيك الأموال تروح تصرفها، أنا عندنا برج العقرب، برج العقرب كريم، على طول من تأتيك الأموال تروح تصرفها على الاستمتاع،
على السفر، على تجميل النفس، هذه الأشياء ما راح تساعدك في الفترة القادمة، لأن هني هاي الكرتين لما يكونون مع بعض يقولون لك ضروري أول ما تأتيك الأموال تدفع حصتك، تؤدي ديونك، تؤدي التزاماتك. هذه أول خطوة. ما تقدر تتحرك، ومو من مصلحتك إن تتحرك تسوي أي شيء، تشتري حتى بأي شيء وأنت مثلا ما دفعت أموال الإيجار، ما دفعت التزاماتك المالية، مو كلها، مو شرط ضروري كلها. لما تشوف كرت العربة، كرت العربة يتكلم عن البالانس، التوازن، ادفع جزء، ابتدي قسط، ابتدي سوي انستولمنت للديون اللي عليك، للمسؤوليات اللي عليك، جزئها، قسمها شهريا. أما أنك تأخذ كل هاي الأموال تصرفها على جانب واحد، مهما كان هذا الجانب، حتى لو كان جانب استثماري لحياتك أو جانب راح يعطيك الكثير من المردود في المستقبل، ترى ما قاعد يقول لك إنه ما راح يعطيك مردود، ترى قاعد يقول لك هذا الطريق مو من مصلحتك، إن أنت كل أموالك تحطها في مكان واحد. ضروري مع النقلة النوعية اللي أنت قادمة في حياتك ما تنسى، ما تنسى التزاماتك الجادة، التزاماتك المالية، الواجبات المالية. مثلا بعضكم حسب ظروفه لازم شهريا يظل يصرف على أهله، أو على الأقل يدعم أهله ولو بمبلغ بسيط. أوكي، ما ينسى مثلا أخوته اللي أصغر منه، اللي محتاجين مصاريف من أجل الجامعة. ما أدري كل شخص السيناريو ماله مختلف، بعضكم ساكنين في إيجار. ضروري إن تعدل أمورك المالية، تدفع المستحقات اللي عليك قبل ما تدخل في هذا الدرب. ما ينفع، ما ينفع. أوكي، ولكن جدا جميل القادم في حياتك، شيء جميل ونقلة نوعية، تصرف على غير عادتك عشان تقدر تحصلها وتجلبها لحياتك. خلينا نشوف الجانب العاطفي، راح أقرب لكم الأوراق. في الجانب العاطفي عندكم شخص هني لطالما راقبك عن بعد برج السرطان، لطالما كان في إيحاءات أو تلميحات، ولكن دائما لما تشوف كرت برج الحوت معناته ما في وضوح من قبل هذا الشخص، ما في شيء يعتمد، وعد أكيد، اتفاق أخير، دائما ما في، دائما نهاية مفتوحة، يمكن يأتي يمكن ما يأتي، يمكن يكلمني يمكن ما يكلمني. دائما هنا طاقة الاحتمالات وأيضا السرية. وضعكم أحس يا برج السرطان إن أنت مع شخص، هذا الشخص الحب اللي بينكم، العلاقة اللي بينكم كانت أكثر ما هي واضحة دائما سرية، إنزين، أكثر ما هي تخرج إلى الشمس، دائما كانت في السابق، نتكلم في السابق، سرية. ولكن المستقبل راح يختلف، لأن عندنا كرت الجاجمنت، كرت ظهور الأشياء إلى العلن. أوكي، ظهور الأشياء إلى العلن، ولكن هل بشكل إيجابي أو هل بشكل سلبي؟ ممكن يكون الأثنين. أوكي، لأن في شخص هني كأنما يقول لك برج السرطان احذر مما تتمنى. في شخص أنت لطالما تمنيته وكان الكونكشن أو الارتباط بينكم دائما نوعا ما خفي عن أعين الناس، يعني راح يصير في وضوح، هذه هي الأمنية اللي راح تتحقق لك، في وضوح. ولكن مع هاي الوضوح راح تصير عليك أعين الناس. عندنا ملكة النار، الملكة اللي هاي الطاقة، طاقة هاي الملكة لما تكون عدوانية، لما تكون حسودة، ما تتركك في حالك، ما تتركك ترتاح. نعم، اسما انتم مثلا مقبلين على ارتباط، على خطبة امام الناس، اوكي، ولكن هنا نتكلم عن طاقة الغيرة والحسد اللي ما راح تترككم في حالكم. شنو الحل؟ هنا الحل موجود ايضا في اثناء الكرتات. عندكم كرت العدالة، برج الميزان، عندنا اربعة السيوف. المطلوب، إنزين، لأن في شيء إن شئت أم أبيت برج السرطان راح يخرج، راح يصير في كلام حتى لو مو من جانبك، من جانب الشريك راح يخرج الشريك عن صمته. إنزين، لأن هني في شيء بينكم خلال هالشهر يطلع إلى العلن. مع هذه الخطوة محتاجين جدا إن على طول توثقون الشيء اللي بينكم، واحتمال حتى هني أشوف الشريك إنه يطلب منكم السفر والابتعاد. ما راح تكون عندك فرصة كبيرة مع هاي الشخص انه مثل ما نقول تعيشون في نفس البيئة، في نفس المجتمع، في أسرة. حتى هني بعضكم يمكن يكونوا متزوجين، زين، خلال هاي الشهر راح يكون في جدا رغبة قوية او في سبب قوي عشان تخرجون وتسكنون في سكن لحالكم، لان عندنا هني
خبر انتقال، خبر ارتباط، وعلى طول بعدها خبر ضرورة للانتقال. تنتقلون مع بعض إلى مسكن مختلف، تسكنون في بلدة بعيدة، تنتقلون تهاجرون مع بعض. هنا احتمال حتى شخص يرجع ويطلب منك أن ترتبط فيه، ولكن على طول راح ياخذك بعيد، ما راح يكون عندك فرصة، ما راح يكون عندك فرصة. على طول تسافرون تهاجرون مع بعض، على طول تنتقل معاه. أنا شوف كل الكرتات اللي عندك خلال هاي الشهر، الكثير من الكرتات الرئيسية في التارو، معناته شهر فبراير راح تكون القرارات اللي تاخذها في برج السرطان قرارات مصيرية راح تغير حياتك. انزين، وعندك هني في الجانبين دعوة كبيرة إلى الانتقال، الظروف تساعدك وحتى الشريك نوعا ما يساعدك، ولكن كأنما عندك خوف من المخاطرة، عندك خوف من الغير مألوف، عندك خوف من هذين الأشخاص المؤذين. زين، برج السرطان هذا في الناحية العاطفية. اللي أحب أقوله لك أن تأنى في الناحية العاطفية، تأنى مع الشريك، لأن حتى لو كانت دعوة سريعة أو بسرعة الموضوع من السري يذهب إلى العلن هني، ولكن محتاج أن تنظم أمورك أيضا. شوف كرتين هني يطلب منك في الناحية العاطفية، في الناحية العملية يطلب منك ترتب أمورك، حتى في الناحية العاطفية ترتب أمورك قبل أن ترحل أو تسافر أو تبتعد مع الشريك. عندك ابتعاد إلى الحياة الإيجابية، إلى حياة أفضل، ولكن قبلها حتى لو وفق قبلها محتاج ترتب أمورك. عندك هني كرتين قاعدين يظهرون لي الناحية القانونية، إن قانونيا لا تخلي مهما كان الأمنية القادمة في طريقك وجمالها ومصدق إنها راح تتحقق وشيء كنت تعتبره صعب ومستحيل راح يتحقق، لكن لا تغفل عن الجوانب القانونية، عن الاشتراطات، عن الإجراءات الرسمية، عن أن تكون أمورك في السليم قانونيا. أوكي، لأن احتمال حتى الشريك يكون جدا متحمس فيغفل هذا الجانب. زين، العبء القانوني خلال هالشهر راح يكون عليك أنت مو على الشريك برج السرطان. خلونا نشوف هني مع بعض طاقة المنفصلين ومع أي أبراج. على الأغلب راح يكون في رجوع خلال شهر فبراير، راح نحدد بالأبراج. أوكي، أربعة الأكواب، طاقة مائية. برج السرطان إذا شريككم من برج أيضا مائي، على الأغلب في الفترة القادمة ما أشوف إنه في رجوع. هذا الكرت يقول إنه ما في رجوع، ولكن الانتقال والرجوع قاعدين نشوفه هني. شوفوا مع نفس الطاقة الهوائية اللي كانت في برج الميزان مع ستة السيوف، عندكم جوزاء، دلو، ميزان، احتمال أكثر أن يكون في بينكم بينهم رجوع. أيضا طاقة هوائية، خلنا نشوف أيضا كارت واحد. الطاقة الترابية، برج السرطان إذا كان شريككم برج ترابي، على الأغلب خلال هاي الشهر ما راح يكون في رجوع. الترابي والمائي راح يكون في كلام، راح يكون في يمكن حتى محاولة، بس ما راح يتم الشيء. احنا نتكلم عن الاتمام، الاتمام راح يكون امله جدا ضعيف خلال هاي الشهر فبراير. من الاحتمالات الاقوى ان يكون في بينكم وبينهم رجوع اللي قاعدة اشوفه، جوزاء، دلو، وميزان، ابراج الهوائية، وايضا برج الحوت راح يتمنى انه يرجع لكم، بس ايضا ما اشوف الشيء انه راح يتم. برج العقرب راح يكون جدا مستعد انه يرجع لكم خلال هاي الشهر. الابراج الترابية ايضا مستبعدة انه يكون في بينكم وبينهم رجوع. خلنا نشوف النصيحة العامة اسفل الفيديو، راح اضع النموذج للطريقة اللي تكتبون فيها اسئلتكم الخاصة عشان اجاوب عليها باذن الله. اتبعوا النموذج احسن. خلنا نشوف النصيحة لبرج السرطان. Observed، شنو تشوفون وياي؟ Observed هذه طاقة المطالعة، طاقة المراقبة، طاقة إن بالضبط أنا أول ما شفت
هني في الحياة العاطفية كارت برج الحوت حسيت ان في شيء، ولا تنسون حتى لما شفت هذا الكارت قلت لكم في احد راح يكون عينه عليكم، ولكن مو بشكل ايجابي هذا الشهر. عينه عليكم كأنما يتمنى انه يشوف منكم غلطة، ينتظر منكم غلطة او زلة عشان يخبر عليكم. في مخبر ينتظر ان انتم تقعون في غلط، غلط الاستعجال. ليش اقول لك الاستعجال برج السرطان؟ لان هني عندك كارتك هو كارت العربة، ولكن الكارتات اللي تحت شفناها اول شيء بالحياة العملية تطلب منك التأني observed. فتذكر هذا الشيء خلال شهر فبراير ان نعم عندك فرص مقبل على حياة جديدة، ولكن كأن في احد في الخفاء ينتظر منك ان تغلط او تنسى اجراء معين عشان يشتكي عليك عشان يحاسبك. زين، من ناحية المنفصلين النصيحة لكم هذا الشهر ان شريككم خصوصا اذا كان برج مائي او ترابي نعم يراقبكم من بعيد، ولكن ليش قلت لكم هني احتمال الرجوع ضعيف؟ لان لحد الان ما اشوف في تحركات جادة من قبله، في مراقبة، في مراقبة وفي كلام كل بين فترة وفترة. زين، هو يرجع يذكر نفسه يمكن بالموضوع او يفكر مع نفسه بالرجوع، بس ما في خطوة جادة، مجرد عندكم شخص قاعد يطالعكم في الخفاء يراقبكم، زين يسأل عنكم بدون ما تدرون. زين، فهني شنو النصيحة؟ اذا الشريك السابق هو اللي قاعد يراقبكم هذا شأنه، ولكن من ناحية الامور القانونية، من ناحية ان في اشي احتمال في اشخاص هني يحاولون يأذونك، فانت عزيزي برج السرطان محتاج تكون جدا، شو اقول لك، امورك في السليم 100%، كل امورك قانونية وكل اوراقك كاملة، وكل اللي هني هاي الكرت قاعد يعطيني ان كل اللي تكتبه على الورق في الفترة القادمة، كل اللي تكتبه في سيرتك الذاتية، في مثلا طلب الهجرة، في طلب الزواج، كل اللي تكتبه خليه يكون جدا دقيق. اوكي عزيزي برج السرطان.